بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. رجعنا لكم تاني ولسه معانا هذه الموهبة المباركة وهذا الابن النابغ من أبناء الأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد، رجل يعني كالقراء الكبار، أنا هقول رجل مش هقول طفل، كالقراء الكبار، ويكفي أنه تحت أنظار سيدنا رسول الله. كان الشاعر بيقول زمان: عين رأت عينا رأت خير الورى فتمتعت. يعني أنا وأنا قاعد دلوقتي أبص للشيخ عبد الحميد وعينه رأت سيد الخلق، فأنا أتمتع بالنظر إلى من نظر إلى النبي. الشيخ عبد الحميد بيمدح سيدنا النبي، وإحنا في رجب هيسمعنا: يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، بحملك بمحمد رب السماء هناك. يلا يا شيخ عبد الحميد. تقول يا آمنة بنت وهب، حملك فرح، طلعه فرح، فاستبشري فاستبشري بقدوم الطاهر الزاني. يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، بحملك لمحمد رب السماء هدناك. بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، وما ترى من غتاب، هذا نبي زاكي. شعبان شهر ثاني، والنور من غبان، وصاحب القرآن، وربنا أعطاك. رمضان جاءك بالهنا، يا آمنة نلت المنى، نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك. شوال شهر رابع، والنور من غساطع، ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك. ذو الحجة سادس شهر، يا آمنة يا سعدي، الله يجمع شملك لسيد الوفاك. ذو القعدة جاءك بالوفا، وشرفك بالمصطفى، ذو القعدة جاءك بالوفا، وشرفك بالمصطفى، وربنا عنك عفا، هذا نبي زاكي. صلى الله عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. حضرتك يا سيدنا قلت مقطع من عش الوقت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أذن لأعيننا أن تجتمع بسيدنا رسول الله، اجمعنا به دنيا وأخرى، يقظة ومنامة، جسدا وروحا، حسا ومعنى. اللهم أمين. شوف القرآن وأنوار القرآن وبركات القرآن ظاهرة على ابننا عبد الحميد، ربنا يبارك فيه. وأنا يعني أرسل رسالة يعني تقدير واحترام وتبجيل لوالدته التي قامت على تربيته، هذه المرأة المباركة. أسأل الله أن يجعل ولدها في ميزان حسناتها، وأن يجعله قرة عين لها. اللهم أمين. بنحيي والدتك الشيخ عبد الحميد على تعبها معاك،
وربنا يبارك لها ويبارك لك فيها ويبارك لها فيك يا رب. الله فيك سيدي. عايز تقول يا شيخ عبد الحميد قبل ما نختم الحلقة، توجه رسالة كده لكل أولادنا وبناتنا، تقول لهم إيه؟ أولا أنا برحب بكم جميعا وبشكركم على المشاهدة، وأشكر فضيلة الشيخ ربنا يديله الصحة وطولة العمر على حسن استقباله واستماعه إلي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أولا القرآن جوهرة، فإن تركتها تضيع منك. أنا الحمد لله ربنا كرمني، ربنا أعطاني موهبة القرآن فلم أفرط فيها فاستمريت عليها، فربنا وفقني والدليل واصطفاني. والدليل في القرآن الكريم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ربنا اصطفاني والحمد لله، وربنا يجعلكم من أهل القرآن جميعا، وربنا يديكم الصحة وطولة العمر. لا تتركوا القرآن، قال من تركني يوما تركته أسبوع، ومن تركني أسبوع تركته شهر، ومن تركني شهر تركته سنة، ومن تركني سنة تركته الدهر كله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الحميد. ربنا يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا النهاردة يا شيخ عبد الحميد. بارك الله فيك مولانا. وربنا يحفظك ونشوفك عالم كبير وقارئ كبير إن شاء الله. يا رب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأسأل الله ألا يقطع القرآن من بيوتنا، وأن يكون ميراثا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا. اللهم أمين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.